شاعر غني عن التعريف، قصايده قدرت تلاقي طريقة لقلوب الناس ببلاغة البساطة. رئيس جوقة زجل وشاعر منبري مشهور لصالاته وجولاته، الأستاذ طليع حمدان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. خبرنا عن بداية مشوارك بدنيا الشعر الزجلي. بداية مشواري بلش بعين عنوب، أنا من عين عنوب. نعم. وضيعتنا يعني عاشت على هاللون الشاعري. 80% كانوا يغنوا. نعم. بالعرس والسهرة البيتية كلهم يغنوا. وأنا بعيت على هالمناخ الحلو بضيعتنا. نعم، هل تأثرت بشي شاعر معين ببدايتك؟ طبعا وعينا نحن على علي الحج الله يرحمه وخليل روكوز الله يرحمه. نعم. كنا أطفال بعضنا وهن كانوا على المسرح، أسياد المسرح. نعم. تأثرت فيهم. وزين شعايب شاعرنا الكبير أبو علي. لو طلبنا منك المقارنة بين الشعر الزجلي قديما والشعر الزجلي حديثا، شو بتقول بهالموضوع؟ العطر عطر بكل جيل، والنور نور بكل جيل. كل جيل له نكهته. نعم. نحن قلنا لون نكهتنا الخاصة، واللي سبقونا كمان له نكهة خاصة. بس الفرق انه كان زمانهم في البراءة، والناس كان فيهم براءة مع احترامي لكل الناس. كان العصر فيه براءة. نعم. كان الشاعر بهيك الايام شو ما غنى العالم يشوفوه يا لطيف يجنوا فيه. نعم. يعني كنا، انا بتذكر بكل ضيعتنا كان في تلفزيون، لما بلش يغني زهرو الدمور على التلفزيون كنت طفل انا، هيك نروح من حارة لحارة نسمع زهرور الدمور على التلفزيون. اليوم شو أي بيت ما في تلفزيون وفيديو وديش وكل شيء. يعني هذا الزمان كان يساعدهم أكثر من هالزمان اللي نحن فيه. نعم. بس الحمد لله رغم هذا ماشي حالنا كثير، ماشي الحال. يعطيك العافية. شو هي القصيدة اللي كتبتها هيك وإلها هيك معزلة خاصة عندك ما بتنسيها أبدا؟ سمعنا إياها كمان طبعا. أهلين. عندي قصيدة عنوانها الشرشف. سمعتي؟ تفضل. بتقول الشرشف مثل ما كان خليته، مش اكتر من الجفن عليته، ومكتوب كل تحت منه كان بعطرو لقيتك عند ما لقيتو. الشرشف مثل ما كان خليته، مش اكتر من الجفن عليتو، مكتوب كل تحت منه كان بعطرو لقيتك بعد ما لقيتو. كله من شفافك عطر مليان، ما اشتلني دي وزور ضميتو، رحت شميتو بجسم دفيان، ورجعت بالمكتوب شميتو. مكتوب شبهتو مثل فستان عليك بالسهرات، حبيتو مثل انتي وبيت بالبستان، وناطور حبي فل من بيتو. لك حملتو لقيتو بالشتي بردان، شعلت شواقي تدفيت، افتحت لقيت مثل نجوان، بيدي حنين اللمس طاويت، افلشت لقيت من العطش دبلان، وزهر الحكي زهر البكي اسقيتو مثلي
أعلق رايي صفي نعسان لكن ما غفاني ولا غفيت قريت ثلاث مرات قريت ثلاث مرات قعدت حنان قريت ثلاث مرات بالتحنان تلكاس منه خمر عبيته وحسيت قلتيني انا وسكران كاسك ثلاث مرات خفيته سكرنا انا وويك وصرت فزعان بلكن وقع ما قدرت اديته نقيت وردي لابسي الوان ثيابك تحت دوراقها اخفيت فيك تغطى العطر طين صانوا فيها بذات الظل غطيت بظلك تخبى العطر طين صانوا فيها بذات الظل خبيت طيضل وحده بلذته غفيان وغيبتك ميدود المكتوب عيط الصبح لكن ما وعيتو. يسلم تمك حلو كتير يعطيك العافية. امتى كتبتها القصيدة؟ تسأليني انت بتكتبش قصيدة؟ شو كانت الظروف اللي كتبتها هي بالذات هيدا اللي سمعناها هلا؟ طبعا شعر ما بيكتب الا بحاله شعريه يكون عايشها. وانا بحب اكتب يعني يمكن اذا ما عندي حاله شعريه اكتب فيها قصيده ما بكتب. لاني بدي احس بحالي قبل ما الناس تحس فيه. بيقولوا انه الشعر الدجلي بيلاقي تشجيع اكبر بالمغتربات اكثر من بالبيت، هل هالشيء صحيح؟ هذا مزبوط وانا بعتز بالمهاجرين ما بغياب ما الله يرد عنهم ويجيبهم بخير لانه سافرت عندي السفرات بكل انحاء العالم بعض المغتربين هونيك كتار منهم تحسي فيهم كانهم طالعين من الضيعه امبارح ما نسوا الضيعه ولا نسوا على الدلعونة ولا نسوا بيت العتابة ولا بيت المعنى الغزل أبدا دل عندهم هالحنين كثير 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 أكثر شيء بذكرهم ببلدهم هو هالجلسات الشعرية وقصايد الزجل كيف هيك بيتفاعلوا معها كثير كثير كيف بتشوف مستقبل الزجل إذا نحكي شوي عن شو لقدام مستقبل الزجل بلبنان لكن زجل من أصالتنا يعني ربي مع اولادنا وربي مع بناتنا واخوتنا ونحن ربينا معه نعم يمكن تمر علي ايام هيك يدبل شوي بس بعدين مثل الربيع العطشان بتجي رشه ندي بودي ترشيح وشعب لبنان ما بيتخلى عن هاللون لانه هاللون من شعب لبنان نعم هل يمكن التفكير بتطويره للزجل بتطويره او ممكن هو جماله بهيك ببساطته بمثل ما هو هلا شو رايك؟ يعني في ناس بيحكوا كثير انه لشو المنبر؟ طب ما الزجل انبنى على المنبر من ايام شحرور الوادي. هيدا المنبر يعني كيف بدنا نلغي؟ طب ليش بتغنوا على المنبر وتفوت؟ ليش بتغنوا على المنبر؟ انا بقول تطوير الزجل بصوره الشعريه الحلوه بشاعر ينحط كلمته ويعرف شو بيغني للعالم. بس المنبر بينلغى المنبر تطويره بمضمونه بتفكيره الشاعر بإحساسه هل جمهور الزجل حاليا عم بيقل يعني بنلاقي انه حفلات الزجل قلت كثير عن قبل مرقت كم سنه كنا نحس هيك بس نحن من سنتين وجاي الناس عم ترجع للزجل وين ما كان نعم ابدا عم بيزيد جمهور الزجل هذا الشيء يعني بخلينا نعتز انه شعبنا ما بيتخلى عن اصالته ولا عن تقاليده طبعا بعده محافظ عليها وبقدر لها قيمتها اكيد هيك
طلع حمدان، اذا شوي هيك بدنا نحكي هلا عن موسم الصيفي، بتعرف في كتير حفلات ومشاريع، شو بتخبرنا؟ شو عندك حفلات وين؟ من 3 حفلات بالجنوب بمناسبة عيد الانتصار ينعاد علينا جميعا، وجميع اللبنانيين وجميع كل الناس المحبين. وهلق نحن موسم صيفنا. نعم. عندي ب 23 حزيران بنشمش، عندي ب 30 حزيران بنبع الصفا، عندي ب 7 تموز بنادي بعضران بالشوف، عندي ب 14 تموز بجزين، عندي ب 21 تموز بحبوش بالجنوب، عندي ب 28 تموز بشاور حمامه، وعندي حفله كبيره انا وخي الشاعر موسى صغايب ب 4 اب ببددون ببلد شحرون الوالي. هاي حفله تحدي كبيره نهوية. وهلا في 4 5 حفلات يعني عابين حكى معي فيهم يومين ثلاثه بنبدو. نعم. هل حضرتك مع تعليم اسلوب الزجل بالمدارس او تاريخ الزجل للطلاب في المدرسه؟ يعني هيدي لازم اول شغله تعملها دولتنا. لازم. يعني على القليله طفلنا يعرف ان انا عم يشرب شو هو النبع تبعه. طبيعي لازم هيدي. نعم. يصير في تعليم بالمدارس بتحبس هالشيء. اذا بدنا نسمع هيك منك شيء قصيده زجليه بس غزل، شو بتسمعنا؟ بدي سامي قصيدة غزل. تفضل. لراسي. كنا عم نصفي عطر عالنار، وبعد للآخر ما صفينا، ضليت علينا وشوشة عذار، بدل ما نكفي ما كفينا، وكل ما بينحف الهوى بالدار عشفاف ورد قبال عينينا، بتقول لنا اشفافنا البطغار، ليش نحنا ما انحفينا؟ مشتاق لحرام العتيق كثير، الكان بشتي الماضي يجي لينا، قولك بقدافي بمحل صغير، وبردان مش دافي حوالينا، قولي إلو إلنا معك همسات ولمسات، من عليك غفينا، واليوم ايدينا بلا لمسات، يا هاتون يا خود ايدينا. قولي الو الا معك همسات ولمسات، من عليك غفينا، واليوم ايدينا بلا لمسات، يا هاتهم يا خو ايدينا، ما ضل الا عيون عم بتشوح، منيح اللي فينا عيون خلينا، تيسالوكي وين فلوا شلوح الزنبق، ونحن وين فلينا، وين اخر عطر صار يفوح، وين اخر كاس قفينا، مدري لهلا بضل فينا روح، مدري لنا مديت وفينا، دخلك يا أرشيف الصبا المجروح، عن حل ما رحنا تلاقينا، منا ولنا خدمة بصبانا، وروح وانشفتنا خيالات عم بتلوح،
دخلك ما تنسى تسلم علينا. سلام تمك، يعطيك العافية، تعبناك نحن اليوم. لا ولا قصايد قصايد، راحة روحية بالنسبة لي. نعم، أي لون بتفضل أكثر بأنواع الشعر؟ هيك بتحب تنظم القصيدة وبتحس حالك مرتاح مع غزل أو؟ طبعا الغزل هو أجمل شيء أكيد. وبظروف معينة يعني بتكتب؟ يعني أنا الحمد لله يعني عندي من كل الألوان. لون الوطني هذا لون مهم كثير، واللون المنبري، اللون الغزلي، كل لون بتعطي فيه حسب ما تكوني عايشتي. يعني إذا كنت بجلسة وهيك صار شيء قدامك أو كان في شيء صبية حلوة أو بيطلع معك؟ طبعا صبية بيطلع معك قصيدة أكيد. هيك أكيد ارتجالي، بتقول ارتجالي ما عندك مشكلة أبدا. طيب وهلا بنسمع منك بعد شوي كمان شيء قصيدة وثاني إذا بتحب غير غزل أو قصيدة غزلية كمان ما بيمنع ثاني. بس قبل بدي أسألك عن شو طموحك هيك من الزجل؟ إذا بتشوف مستقبل الزجل أو الشعر الزجلي بلبنان، شو بتقول؟ شو بقول فليا حمدان؟ يعني طموحي الزجل الحلو يضل إلو عشاقه، طموحي ابقى شاعر رغم انه هالكلمة كبيرة علي، كلمة شاعر مش مين ما كان فيه يحملها ابدا، بس طموحي يصير شاعر. عرفتي كيف؟ وغني تأرضي روحي وارضي اللي بحبوني قبل ما ارضي اي شيء ثاني. طيب الشاعر الزجل شو هي مقوماته يعني ليكون شاعر محبوب وليكون شاعر ناجح؟ شو هي المقومات اللي بيتطلبها؟ يعني على القليلة أول شيء بده يكون شاعر. بمعنى؟ شاعر موهوب. موهبة. هو الخميرة الأساسية الشاعر. بعدين بيجي الصوت الحلو. على القليلة الشاعر إذا ما كان صوته حلو يكون عنده منطق حلو. زين شعاعي ما كانش صوته حلو، بس ما في أجمل من منطقه كان وطلق محضره. بعدين شاعر خفة ظله وهضامته، هيدا هودي مقومات نجاحه. نعم. في ناس بيكتبوا لي قصيدة حلوة كثير، خلي يغنوها بيفشلوا فيها. يطلعوا على المنبر ما فيهم يغنوا. بينما نحن نطلع أحيانا دغري نطلع على المسرح هيك بكل براءة وبكل بساطة وبكل طموح وشفافية، شيء طبيعي بالنسبة لنا. نطلع نسجل ساعة وساعتين بنكون ناجحين. طبيعي طبعا، من دون اي شك. نعم ان شاء الله تدلوا بهالاستمراريه طول عمرك الله يخليك وبهالنجاح. شو بدك تسمعنا هلا هيك كمان صوتك الحلو؟ غزل او وطنيات او شو بتفضل؟ بدي سامعك هالقصيده وصف لبنان. تفضل. قول بتروح غيمي بعينها نهاي، وردي بتجي عشفافها بداي، وعالم عم تروح وتجي مشاوير مع غيم رايح مع ورد جاي. بتروح غيمي بعينها نهاي، وردي بتجي عشفافها بداي، وعالم عم تروح وتجي مشاوير مع غيم رايح مع ورد جاي. يا موطني قبل الأزل بكتير وصى عليك العز تصاي، وجابك وطن مثلك معادي يصير زهورك صبايا ونهرك مراي. وزهرة بتوعى ونومها بيطير بعدها ما بتعرف الغاية، صاخنة وطلبت ندي بكير وعالريق شربت نص كباية، وحبقى على الشباك إلها السرير، هون الهوى وهون البرداية بيحكولها حكايات للتخدير، بتخلص حكاية بتبتدي حكاية ونبعت عطر نعسان عم بيصير، عامل شوية عشب تكاية
وبستانك اللي تحت نبع صغير طفل وبتم النبع الهاي نبعك عطر نعسان عم بيصير عامل شوية عشب تكاي وبستانك اللي تحت نبع صغير طفل وبتم النبع لهاي ومطرح ما نزلوا يسبحوا فرافير شاطي بلدنا كتاب وقراي موجي بتكتب حرف للتعبير وموجي بتجي على الحرف محاي وليلك قمر مشغول بالتصوير وفجرك طلع صورة مضواي ومن هالجبل طلع ببحر كبير بتشوف مركب هالدنيا رايح ولبنان بكرة على الدنيا جاي. حلو كتير بخليك. حلو كتير. وطبعا لبنان جاي ونحن نتمنى لك دوام التوفيق والصحة والاستمرارية. الله ان شاء الله موفقين بحفلاتكم الجاية. شكرا. كمان بتمنى لكم النجاح. واهلا وسهلا فيك. شكرا. الله يخليكي.